من الحلقة المربعة. أهلا بكم معانا في الحلقة اللي كنت مستنيينها من امسك نفسك. المرة دي اللي هيضحكونا كتير هيكسبوا مسابقة بسكريم. بعتولنا فيديوهات كتير وانتوا بتقولوا حاجة ما ينفعش بسكوتة تقولها، والكنترول سهر ودور وشاف كل فيديوهاتكو وبعت لنا ألذ فيديوهات عشان نختار منها الكسبانين. والأربعة دول هيتحولوا من متسابقين لحكام، هيشوفوا الفيديوهات دي لأول مرة ويدوا كل فيديو سكور من 1 لـ5. لو خدت 5 يعني عجبتهم قوي، ولو خدت 1 يعني معلش هارد لك. وأعلى 3 فيديوهات هياخدوا سكور هم الكسبانين في مسابقة بسكريم. وأول واحد معانا عبد الله السمنودي. حاجة ما ينفعش بسكوتة تقولها، ماشي. أتحدى العالم كله وأنا في الشام. بغض النظر عن صوتك، ده هو صوتك. حلو قوي ده مروان في الالبوم بيتحداني. معانا في الالبوم، معانا في الالبوم. طب انا عجبني، مش هياخد اكتر من كده بالنسبه لي. انت عشان فكرتني بمروان. اقلبها اقلبها اقلبها. لا دي 2. لا اقلبها تبقى 5. لا انا عايزها 2. انا موافق على الاثنين. هديك 3 عشان انت فكرتني بمروان، كنت هديك 5. انا هديك 2 بس عشان المجهود بس. تاني واحد معانا ابراهيم محمد. اي حاجه؟ اي حاجه تقول. طب لو قلت لك تنط من هنا تنط؟ لو ده هيثبت لك اني انك ايه؟ يا ابن اللعيبه يا ابن جامد قوي جامد قوي جامد قوي جامد قوي عظيم قوي. الولد ده انا كنت مستنيه تنزل في شيء مستنيه اللي هو ينط في شيء. لا في لا معلم لا وشايب لبن هياخد اي لبن. بالظبط. لا ومنشن. لا وجايب بسكريم كمان مش قايب. في بذره في بذره لا هياخد اي فول بصراحه. في تفكير ابراهيم بصراحه افريكانو وان اوف ماي افريكانو ده من افلامي المفضله الصراحه. بالظبط. فايه 5. ثالث واحد محمد حسام. قول لي يا محمد ايه الحاجات اللي ما ينفعش بسكوتة تقولها؟ بسكوتة ما ينفعش مثلا تقول تعالى نقعد على القهوة. ليه؟ بس ممكن تعالى شاي بلبن. اوكي كانت صح. مفيش بسكوتة بتطلب اوبر، تطلب بس كريم. يا فهمتها؟ هفوت على القهوة هديك تلات. انا هفوت على القهوه بس. انا طيب انا عارف. هو انا ما سمعتش الافيه. هو في فكره بس انا يعني انا اسف. ده على الشاي بلبن. رابع واحد محمد سالم. ما ينفعش بسكوته تقولها. لا ما تاكلنيش، انا عندي فتافيت عايز اربيها. انا بضحك من الفشل. انا عاجبني بس ان هو تخيل دوره حياه البسكوته كلها وانها بتبدا في ان هي مخطوفه. بس هي برضو دي حاجه ممكن اربعه. انا ما قلتش حاجه، ما عنديش تفسير بس انا مبسوط. لا انت كريم قوي. مش كريم، انا ضحكت انبسطت. واحد حلو قوي او نص. انا هديله 3 وانا هديله 3. خامس واحد معانا عمر. حاجه ما ينفعش بسكوته تقولها. اخطر حاجه ممكن تسمعها النهارده من بسكوته من اي حد. هي ليه بسكوته بتكح؟ مش عندها كوره. ما ينفعش كح. هي لا هي حلوه. كل واحد بالنسبه. انا بالنسبه لي كده انا اديها انا اديها 2. انا بص انا بحترم راي حازم ومروان فاكيد ما تقلتش بقى ما تبقاش قلوده بقى. فانا هبقى 3. ماشي ايوه في النص. انت اديته كام؟ 4 برضه. ماشي. لا الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه. ده عشان حاسس انك ذكيه عليا. انا فعلا مش فاهمها. سادس واحد معانا طارق مدحت. اهلا بيكم. هم 4 طوائف. امسك نفسك. اللعبه اللي بيضحك فيها كتير يطلع اخير. حاجه ما ينفعش بسكوته تقولها. حاجه ما ينفعش بسكوته تقولها. ادينا هتاكل اهو. الله يسامح ابويا هو اللي صمم ان اكمل تعليبي. تعليب حكومي رخيص. ايوه عاش. ايوه حلو. ده موفق. احسنت. عاش. ده موفق. قول حاجه ما ينفعش بسكوته تقولها لما تقدم لها عريس.
والله كان متقدم لها مهندس سويسرول. والله لا لا ايوه هو ده بدل بترول بترول هوز هو احنا بنبقى عاملين كده مش عارف انا خايف قوي بصراحه لا انا عاجبني المجهود وعاجبني البتاع كويس يا طارق بصراحه طارق خطير يا طارق جامد برافو طارق طارق مدحت مجهود وجوكس الاثنين مجهود وجوكس مجهود وجوكس سابع واحد معانا حسين مسكوتة سقسوها في شاي سخن أجح يا الله يا ايه اللذاذة دي حاول نشجع الأشبال احنا نبعت لك علبة بسكوت انا بص انا احب اشجع بحب اشجع الشباب انا عشان اشجع الأطفال مجهودات الشباب طبعا طبعا ف اربعة قوي جدا قوي جدا ايه ده في ايه لا انا احب اشجع الشباب إذا عايز تشجع الشباب برضه انا كان نفسي حد يشجعني كده انا عايز فين الرقم اللي انا عايزه اذا شجع الشباب شجع الشباب لازم تشجع الشباب ايوه هو ما جودتش ده كده مش بتشجع الشباب ليه يا ابني كده مش لا 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 كده مش بتشجع لا لا التشجيع الصح لا 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 عشان يمشي على الطريق الصح تامن واحد معانا محمود الرشيدي حاجه ما ينفعش بسكوته تقولها عايز استحمى عجبني وشه قوي رياكشنه انت تحفه الاداء تحفه جميل الاداء جامد قوي جميل قوي انت جميل انت ادي درجات انا حبيت محتار انا محتار 3 هادي و3 برضه محمود رشيدي محمود رشيدي اقول الحلاوه دي جت منين تسعة واحد معانا زياد الحاجه اللي ما ينفعش بسكوته تقولها اكيد هي حاجه غلط وعيب وقللت الأدب كمان وهي مش هتقولها ليه؟ علشان هي بسكوتة فيها مواد مو حافظة يا ابن اللعيب انت جيت قوي كنت العمل في الفريق ايوه انا كنت هتفقد العمل واللي هو وحش وصفر خلاص لحقها في الاخر فاجئني طيب الواد ده فاهم مو حافظ نشوف بس ستيف جوبز ده هيقول لي فاهم مو حافظ مو حافظ مو حافظ فيش أربعة يعني يلا عشان ما يقولوش عليا ان انا شرير بس اربعه برضه انا اديله خمسه بصراحه عشان انا كنت ناوي اديله صفر وبعد كده انبسطت ايوه هو فاجئني لا انا بحب اسمه ايه زياد برافو زياد ودلوقتي يجي ميعاد الكسبانين المركز الثالث اللي كسبان قسيمه شراء بقيمه 5000 جنيه من كارفور راجل فاهم مو حافظ زياد روح بقى في اليوم اللي فيه اوفر عشان تستغل السيل والفاوتش نفس الوقت يبقى كانه دبل فاوتش بالظبط دي لقسيمه الشراء قسيمه الشراء جامد المركز الثاني اللي هيتفرج علينا في شاشه 55 بوصه اللي عمل البرنامج كله لوحده طارق مدحت جامد تتفرج علينا بقى قد كده اهو بره الكاميرا اهو عشان تشوفنا كتير حطه في اوضتك لو عندك بلاي ستيشن هتتبسط هتتبسط جدا والمركز الاول اللي يا عمره ما هيبقى مكانه مدير مسرح العرايس ابراهيم محمد ممكن تديه ليحيى يحيى باصص لك فيه عمال هيبوظ هيكسر مبروك لا من قلبك يعني لا مبروك من قلبي الراجل ضحكنا يعني خلاص ماشي ايوه ضحكنا قوي يا عم بهزر معاك يا عم مبروك يا عم خلاص بهزر معاك احنا ولا حاجه من غير جمهورنا يا يحيى طيب ما تزعلش خد حب الناس واديني موبايل لا لا اهم حاجه حب الناس جامد قوي والجائزه مستحقه الصراحه طبعا جدا ولو عايز تبدل معايا ايفون احلى منه لما يجي بقى بجد فينتج ترندي اول يومين دول فنتج تقولنا في الكومنتس اني واحد عجبكم اكتر ما تنسوش تعملوا لايك عايزين نوصل ل 50,000 لايك وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب ونشوفكم الحلقه الجايه مع امسك نفسك